دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى مدينة العاشر من رمضان، هنزور مزرعة استوائية. هذه المزرعة بتزرع الباشن فروت والدراجون فروت والأناناس. اللي أسس هذه المزرعة شاب اسمه وليد مرجان، أما من أشرف على تأسيسها فهو المهندس فهيم قابيل، وهو أحد خبراء الزراعات الاستوائية في مصر. خليكم معنا. انتشرت في مصر مزارع الفاكهة الاستوائية، صحيح كلها مساحات صغيرة يعني 5 ولا 10 فدان، ولكن هي دي طبيعة النباتات الاستوائية، مساحتها دايماً محدودة لأنها محتاجة متابعة وتركيز وخدمة زراعية على أعلى مستوى. وبصراحة كل ما تديها اهتمام هتديك خير وإنتاج كتير قوي. وبالمناسبة أصحاب مزارع الفاكهة الاستوائية في مصر برعوا في زراعتها، وبقوا مش بيكتفوا بمحصول واحد في مزارعهم، دول بيحملوا محصول واثنين وثلاثة في نفس وحدة المساحة، يعني الفدان بينتج 3 محاصيل استوائية في نفس الوقت. دلوقتي حضراتكم في مدينة العاشر من رمضان، بنزور أحدث مزارع الفاكهة الاستوائية في مصر، أسسها على مساحة 5 أفدنة شاب مبدع اسمه وليد مرجان، وهو بيمتلك شركة للدعاية والتسويق، اللي بيكسبه من هنا بيحطه فوراً في مزرعته عشان يكبرها. وزرع تحت إشراف المهندس فهيم قابيل خبير المحاصيل البستانية وإنشاء مزارع الفاكهة الاستوائية، محاصيل الباشن فروت كنبات متسلق ومثمر ولسعره في السوق المحلي، والدراجون فروت اللي بقى أغلى فاكهة في مصر، وكمان الأناناس أحدث الفواكه الاستوائية اللي بتتزرع في مصر حالياً. المزرعة جديدة نوفي وبجد تفرح، ومنظمة بشكل بديع جداً، وكل شجرة اتزرعت ليها السجل كامل، وصاحبها وليد مرجان مركز جداً ومخطط للتوسع في 5 أفدنة تانيين، لأن كل المؤشرات بتؤكد نجاحها. الباشن فروت بقى ولا العنب في إنتاجيته، والأناناس نجح، والدراجون فروت أنتج بشكل بديع جداً، وبقى عنده كمان مشتل لشتلات الباشن فروت والدراجون فروت. تعالوا نقابل وليد مرجان مؤسس مزرعة مرجان أورجانيك من حوالي 16 شهر في الغابة 5 بمدينة العاشر من رمضان. دي جنتك، انت عامل مزرعة حلوة قوي، تزرع الباشن فروت والدراجون فروت والاناناس، ولسه بتخطط كمان لمحاصيل اخرى استوائيه، ايه الاتجاه ده بقى؟ احكي لي. طيب، هو مبدئيا ده مش البيزنس بتاعي. تمام. البيزنس بتاعي الاساسي شركه دعايه وتسويق، لكن ده كان حلمي من زمان جدا من وانا صغير ان يكون عندي مزرعه، فقعدت ادور على اراضي لغايه ما وصلت للمزرعه هنا، وبدات اخطط. دي مزاد صح كده؟ دي مزاد، من جهاز العاشر من رمضان. العاشر من رمضان. بدات اخطط المزرعه دي هتبقى ايه، المساحه مش كبيره، بما ان المساحه صغيره فلازم تشتغل على محاصيل نادره وقويه، ودي لها توابع كبيره يعني كتيره جدا متعبه، من ضمنها ان من اول الحصول على الشتله لطريقه الزراعه بتاعتها اللي هي مش معروفه قوي، اثمرت الحمد لله عن اللي انت شايفه دوت. واحنا بنخطط ان احنا نكون عندنا 5 زراعات استوائيه نادره، ان شاء الله نفيد بها الدخل القومي او نقدر نصدرها بره مصر ان شاء الله. احكي لي بقى، جبت شتلاتك منين؟ عايز تفاصيل بقى. اتحركنا بشكل فلاني، واول لما خدت خطتها بشكل فلاني، هنرجع للسيرش، وشتلاتي لفيت على كل مشات مصر. هنرجع للتخطيط الاول. تمام. التخطيط الاول ان انا اذاكر الانواع اللي هزرعها، ده خد مني وقت طويل شويه، وبعدين استقريت على 5 انواع، الحمد لله انا زرعت منهم 3 دلوقتي، اللي هو الباشن فروت والدراجون فروت والاناناس، علشان يعني استفيد من المساحات بتاعتي. زرعت 3 مع بعض، الباشن فروت مع الدراجون فروت مع الاناناس. المساحات المزروعه قد ايه؟ المساحه 5 فدان اجمالي مساحه المزرعه، صح كده؟ 5 فدان اجمالي مساحه المزرعه، حوالي 3000 شجره دراجون، وحوالي 1500 شجره باشن. 3000 دراجون، ايوه، و1500 باشن فروت، وحوالي 5000 اناناس. الحمد لله ربنا كرمنا وطلعنا بشاير السنه اللي فاتت كانت هايله جدا. نوع ايه بقى؟ امبريال ريد، رويال ريد، ايزس. امبريال ريد ورويال ريد وايزس. تمام. وايزس. وعندنا جابانيز جودزيلا، وعندنا، ما تقول لنا بالالوان، احمر ولا اصفر ولا ابيض؟ احمر قلب احمر، احمر قلب فوشيا، احمر قلب ابيض،
ابيض فيتنامي طول عمره الباشا من الدراجون كده واصفر قلب ابيض بس ونسبه السكر اعلى من نوع الرويال اكتر حاجه يعني اللي مطلعها معانا بريكس بس هو الفكره مش في السكر بس الفكره انه الدراجون لازم يبقى سكر وتست فاحنا كمان شغالين ومصممين قوي نشتغل اورجانيك يعني بنسبة كبيرة احنا الحمد لله ما بنستخدمش يمكن البشمهندس فاهم معانا الاستشاري اللي بيتابع المزرعة بيحط لنا 90% تقريبا اورجانيك خلي بال حضراتكم وليد مرجان مؤسس مزرعة مرجان اورجانيك بيخطط لانتاج حوالي 5 أطنان من فدان الدراجون فروت خلال الموسم الحالي وانه يرفع الانتاج ل 12 طن دراجون فروت خلال سنتين وبينتج من فدان الباشن فروت النهاردة حوالي 5 أطنان وبيخطط لإنتاج 7 أطنان في الفدان الواحد أما الأناناس المصري فده بيتباع بالثمرة الواحدة بجد حاجة تفرح طيب خلينا ناخدها واحدة واحدة الدراجون فروت حضرتك بتقول إن أنت أنتجت منه بشاير السنة اللي فاتت هل نجحت في تسويقه؟ الحمد لله الكميات اللي طلعت كلها اتباعت وطبعا كان في جزء كبير سوق ولا أونلاين ولا إزاي؟ أونلاين لبعض السيطات اللي بتبيع على مستوى محدود يعني لأن الإنتاج أصلاً ما كانش كان بشاير بس مجرد بشاير بعت البشاير بكام تفتكر؟ البشاير الدراجون بـ 250 وبـ 200 الكيلو حلو قوي الكيلو بس في ناس بتبيع بـ 600 ما هو يعني دي أسعار لما بيوصل المستهلك النهائي دي أسعار المستهلك النهائي في السوبر ماركت والحاجات ديت لأن هم بيحطوا رقم مغلفي شوية يمكن عشان هم بيجيبوا كمان مستورد منه احنا عايزين ننزله كمان عن 150 وعايزينها تبقى فاكهة ممكن نشوفها عند الفكهان العادي اللي في الشارع مش لازم تروح سوبر ماركت معين باسمه معين عشان تشتري منه وتشتري بالسعر اللي احنا بنسمعه ده 700 و800 كده عندنا حوالي 12,000 شتلة دراجون فروت عملت لنا بشاير وبعناها ومبسوطين من المحصول ده كده اطمننا ان الخمسه فدان فيها محصول قوي جدا الحمد لله البشو النهارده ما شاء الله عندك عنعيد عنب الله اكبر البشو الفروت ده قصه بقى يعني صح كده؟ دي شجره قصه جبت شتلاتها منين واشتغلت عليها ازاي ووصلتها للمرحله دي ازاي احنا جبنا الشتلات من حوالي 4 أو 5 مصادر موجودة في مصر متوفرة موجودة شتلات. في مصر بس مش بكميات طبعا فعشان كده احنا لجأنا لأكتر من مصدر يعني عارف النوع اللي عندك؟ عندي بنما سكري وعندي فريدريك وعندي جولدن يلو جدع ازاي وصلنا لكده؟ وصلنا كده الحمد لله أورجانيك النحل عامل مهم جدا جدا في الباشون الرعايه طبعا احنا من اول ما احنا بقى لنا سنه ونص بس في المزرعه ده عمر المزرعه كله سنه ونص لكن تقريبا ما كانش فيهم نوم يعني عايز اعرف منك بعت المحصول ازاي البشائر بتاع السنه اللي فاتت برضه الحقيقه تواصلنا مع فنادق وتواصلنا مع مجموعه سوبر ماركت شهيره في مصر وهم خدوا مننا الثمر وبعنا جزء منه كمان اونلاين يعني في صيدات موجوده في على النت بتاخد الفاكهه وبتبيعها الكيلو كام بقى من عندك والله هم من عندهم هم بيحطوا ارقام غريبه انا دعوه عندك هنا بكام عندي ب 150 البش 150 جنيه ادي ثاني محصول نطمن له وما شاء الله الرعايه كامله جدا عشان كده الانتاج كبير طيب الاناناس بقى ده تحدي كبير يعني محدش تقريبا نجح فيه في مصر تقريبا الحمد لله انت دخلت بقى التحدي ده ليه بقى ان انا ازرع بالكم ده انت مفيش مكان فاضي غير لما حطيت فيه وحده اناناس بص هقول لحضرتك حاجه احنا الهدف والمبدا من المزرعه ان احنا كنا نعمل طبق استوائي الدوله بتتكلف فيه دولارات كتير قوي صحيح ونبدا التجربه دي بالمساحه الصغيره دي وطمعانين طبعا متعشمين في ربنا ان تكون مساحه اكبر فكان من ضمنها يعني في ثمره اللي هي ما ينفعش تبقى في طبق استوائي من غيرها اناناس الاناناس الحقيقه مرعب جدا في مصر لانه هو بيحتاج عدد ساعات بروده معينه بس الحمد لله احنا نجحنا فيه انا وريت حضرتك سمرة بدأت تظهر مظبوط هو بس بياخد وقت طويل شوية واحنا حفظنا خلاص هو بيحتاج ايه يعني هو بيحتاج ظل شوية فده مناسب قوي انه تحط ما انتجناش منه اي ثمار لا ما انتجناش ده بياخد سنتين لكن بدأ يبشر الحمد لله فاطمنا وبنزود المساحات بتاعته هيبقى في ورا مساحتنا حوالي 5000 شجره الاناناس والحقيقه الاناناس الناس بتهرب منه عشان هو بينتج ثمره واحده وهي دي الصعوبه فعايز مساحات الكم بقى مساحات كبيره يعني الفدان المفروض بياخد 20,000 شتله بتخطط ليه تاني انت عندك المساحه لسه عندك مساحات هتعمل ايه في مساحه كبيره كده هتبقى بره احنا عايزين نعمل يوم ريفي جميل في المزرعه
على مساحة تقريبا حوالي 10,200 متر. الناس تاكل وتشرب وتقعد تتفرج على الزرع، بس مش هيبقى بشكل تقليدي عشان احنا ما بنعملش حاجة تقليدية خالص. طب عايز تعمل ايه؟ هيبقى شكله اوفر شوية، يعني هيبقى يعني مش ما نحرقش الموضوع، هيبقى في عامل الجست اللي داخل او الزائر اللي داخل هيعمل حاجات بنفسه جوه المزرعة، يشتغل بنفسه، هيعمل حاجات معينة كده فيها ترفيه هيحبها جدا وهو بيعملها، مش هيحس بمجهود خالص، بس ده بيتخطط له من دلوقتي يعني.